يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول إن بعض الكفار الموجودين الآن لم تبلغهم الحجة فلا نكفرهم حتى نقيم عليهم الحجة كل شخص بذاته، فكيف الرد على ذلك؟ يلا بلغوهم، لا صرت تقولون أنه ما بلغهم، بلغوهم، ما هو بتسكتون تقولون ما بلغتهم الدعوة. هذا من ناحية. الناحية الثانية، أنا ما أعتقد أن أحد على وجه المعمورة لم تبلغه الدعوة، خصوصا بعد تطور وسائل الإعلام والنقل السريع واختلاط العالم، والقرآن يتلى في الإذاعات وفي التسجيلات وعلى الهواء ويروح. ما أظن أحد لم تبلغه، لم يسمع القرآن ولم تبلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد قامت الحجة على الخلق بهذا. نعم.